بعد 3 أسابيع على انتخاب الفيفا لرئيسه الجديد جياني إنفانتينو، يحاول هذا الاتحاد فتح صفحة جديدة إثر فضائح الفساد الكبيرة التي طالت. في تقرير رسمي طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعويضات تقدر بعشرات ملايين الدولارات من مسؤوليه السابقين الملاحقين من قبل القضاء الأمريكي بقضايا فساد. الفيفا اتهم جنوب إفريقيا بتقديم رشوة بمقدار 10 ملايين دولار لشراء أصوات أعضاء من لجنة التحكيم لاستضافة كأس العالم في العام 2010. وبحسب الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية الأمريكية في العام الماضي ضد 39 مسؤولا رفيعا سابقا في الفيفا، فإن هؤلاء تلاعبوا ب 190 مليون دولار، وقد تم استعادة أو تجميد نحو 100 مليون دولار منها في الولايات المتحدة وخارجها. والفيفا يأمل أن تتم إعادة ما يمكن إعادته من هذه المبالغ التي تلقاها المسؤولون السابقون الفاسدون. الاتحاد الدولي يمر بأكبر أزمة في تاريخه، والتي انفجرت قبل يومين من التصويت على الانتخابات الرئاسية السابقة في أيار مايو الماضي، عندما اقتحمت الشرطة السويسرية الفندق الرسمي للوفود واعتقلت بطلب من القضاء الأمريكي مسؤولين بارزين. ويؤمل أن يطوي انتخاب الرئيس الجديد صفحة الفضائح التي هزت عرش الفيفا.